تفتكري لما حتكدبي مش هفهمك، تفتكري لما حتكدبي أنا هرحمك، تفتكري لما حتكدبي مش هفهمك، تفتكري لما حتكدبي أنا هرحمك، على قد ما انتي كنت ليا كل حاجة، على قد ما اديتك أمان، على قد ما انتي كنت ليا كل حاجة، على قد ما اديتك أمان، أنا حبقى نار، أنا حبقى نار مجنونة أيدة في أي حاجة، حكون أشد من الطوفان لو تكدبي. وحشتوني، كان نفسي أشوفكم في ظروف أحسن كده، ولكن كل واحد فينا عليه دور لازم يأديه ولازم يقدمه، وأنا دوري إن أنا أقول لكم النهاردة حافظوا على نفسكم، حافظوا على نفسكم، حافظوا على مصر. كلنا في البيوت، مفيش داعي لحد فينا يخرج الا للضروره القصوى غصب عنه، وان شاء الله ربنا يعدي هذه الغمه ويعدي موضوع كورونا ده على خير، وربنا يحفظ مصر ويحفظ الوطن كاملا ويحفظ الاسلام والمسلمين ويحفظ الامه العربيه والعالم كله، وتكون الدنيا كلها بخير وامان وسلام.